السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي الأثاث أينما كنتم أتثقة رحب بكم رانا متواجدين دائما وأبدا بجواري مخبر تحليل الدم حي كركوبة القلعه ولاية بازا رانا فاتحين 24 ساعة ورانا نستقبلوا كامل مكالمتكم 24 ساعة خوتنا نعود نذكركم بالموقع الرسمي تاع محل أثاثقة ما عليك غير تكتب www.mapdeconfiance.dz خوتنا اللي رانا ندير لكم ديرو مي سبيسيال يعني مرحبا بكم فالموقع الرسمي تاع محل أثاثقة الناس اللي ما يقدروش ولا اللي تعذر عليهم الامر باش يوصلوا عندنا ولا يلحقوا لينا ولا يجوا لينا للمحل خاوتنا يتواصلوا معنا عبر الارقام تاع الصفحه يعني عبر الارقام اللي راح تلقوها في الصفحه سواء في فيسبوك انستغرام ولا كذلك على قناتنا على اليوتيوب تصلوا بينا خاوتنا تقدر تحجز في دارك ويلحقوا لك وتخلص وانت في دارك. نعاودوا نولوا للمحتوى تاع اليوم خاوتنا ولا نرحبوا بلو سالون اكس اس خاوتنا لو سالون اكس اس راهو توجور ديسبونيبل هنا بمحل أثاثقة. الحاجه الاولى لو سالون فيه 7 بلاص يعني فيه 7 مقاعد خاوتنا كما راكم تشوفوا عندكم دو بونكات هنا تاع اون بلاص اون بلاص عندكم اون بونكات تاع 3 بلاص وعندكم اون بونكات خاوتنا اخيره تاع 2 بلاص. حاجه اخرى خاوتنا القماش تاع لو سالون يعني القماش تاع هذا لو سالون راهو كامل بالانتيطاج دائما وابدا الثقة تخدم بتوشي انتيطاج خاوتنا. حاجه ثانيه لا فينيسيون شوفوا خاوتنا لا فينيسيون تلقاوها دائما خاوتنا هنا بمحل اثاثقه موجوده وبكثره هنا بمحل اثاثقه. حاجه اخرى المطلع تاع لو سالون راهي ديترون خاوتنا نذكروكم ولا ننبهوكم كي نقول لكم ديترون ماشي معناتها الطول تاع المطلع 30 لا معناتها الكثافه معناتها الكثافه هنا خاوتنا الكثافه راهي 30 معناتها المطلة تاعك راهي معمره معناتها كي تريح خويا العزيز ما راحش تلقى فراغات في المقعد تاعك راح تريح الياز راح تريح ما شاء الله قاعده كونفورت خاوتنا. عندكم هذا لي جوتي كيما راكم تشوفوا دو بلو فاس خاوتنا حاجه ما شاء الله قاعده الله يبارك كذلك شوفوا الظهر تاعك فاش مخدوم بالمخايد ما شاء الله يعني لي جوتي نزيدو نعطو لكم هاد المخايد يعني جايين في لو سالون خدمه الله يبارك خاوتنا خدمه ما شاء الله. عندكم لي بي ام لتحت راهم كامل اون بوا اتر خاوتنا في الصوليد حاجه ما شاء الله. الكركاسه من الداخل تاع لو سالون خاوتنا يعني الهيكل الداخلي تاع لو سالون كامل اون بوا روج خدمه ما شاء الله. لو سالون راهو مرفود على الارض راح يساعد هذوك النساء اللي حبوا يسيقوا تحت لو برودوي تاعهم خدمه ما شاء الله خاوتنا. خدمه الالوان متوفره في محل اثاثقه دوك هنا عبد الرزاق يعطينا لاغام تاع لي كولور بارك الله فيك خويا عبد الرزاق عليكم خاوتنا لاغام تاع لي كولور كيما راكم تشوفوا الالوان متوفره هنا بمحل اثاثقه يعني اي كولور راهي هنا نقدروا نخدموا بها لو سالون اكس اس خاوتنا لو سالون اللي معروف هنا بمحل اثاثقه خاوتنا. شوفوا يعني الخشونيه تاع التويسي تاعكم خاوتنا رانا نخدموا لكم ب 360 حتى 460 غرام سير متر. ماذا يعني هذا؟ يعني انه الخشونيه تاع التويسي راهي خشين بزاف ما راهوش هذاك التويسي دقيق اللي يقطع بالخف. وحاجه اخرى خاوتنا لازم تعرفوا انه التويسي قد ما يكون خشين هكذا خاوتنا ولا اكثر قد ما يتكرفص لكمش يعني يبقى محافظ على الهيكل تاعو هكذا خاوتنا. لي صالون بزاف هايل السعر تاعو ممتاز جدا راه موجود هنا بمحل اثاثقه ب 12 مليون و 800 زائد النقل مجانا عبر كامل التراب الوطني. النقل ماناش نخلصوا عليه يعني النقل مجانا شاحنة اثاثقه توصل مجانا كامل التراب الوطني يعني سكيكدا عنابه وهران بجايه مديه الصحراء كامل الصحراء خاوتنا نوصلوا ليها مجانا خاوتنا. انتم ما عليكم غير تصلوا بينا وتحجزوا خاوتنا ولا ترسلونا عبر الانستغرام ولا عبر الفيسبوك ولا عبر بريد الصفحه خاوتنا ورانا في الخدمه 24 ساعه. ابقى نغيركم الله في روحكم خاوتنا وبقوا دائما اوفياء المحل الثقه اثاثقه جوده تستحق الثقه. سلام.